حق بقعة سوداء هو فيها إلى آخره. مجا عندكم شي واحد للسلطات الناس من غير السلطة الإدارية و جاو السلطة الإدارية كان جاو كان إندارات عطاهم الإندارات وما طبقش شي حاجة في ذاك الشيء. لا ما جا ما صايبو مشاكل. حنا كاع كنعرفوا الجار الا بغى يفكها مع الجار ديالو راه كيفكوها بلا شي احسن، خصوصا انه الا كانت واحد العشره او الا كانت واحد السنوات الناس قضاوها بيناتهم فراه يعني السلم احسن واخيار. اه هو باغي يدير العنف يخرج العنف. العنف ما عمرو كيوصل شي نتيجه. اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من احد المناطق الشعبيه من بطاقات سباته والذهب. ما كاينش فينا اللي كيعرف سباته ومنطقه ديال والذهب. للاسف اننا هنا كنعرفوا في مناطق شعبيه الناس كيكونوا بيناتهم مش حابين، يعني بيناتهم الخير، بيناتهم الموده، بيناتهم الصداقه، بيناتهم بزاف ديال الحوايج الجيران. وللاسف هادشي اللي ولينا كنشوفوا يعني في الاونه الاخيره، ان جار كيتعدى على جارو وجار كيبغي يخرج جارو بالقوه. واحد السيد كاري عندك مده وكيعطيك واحد الرزاق وكذا، واخا يكون قليل واخا يكون كيف ما كان، وبعد مده تبغي تجري عليه بطريقه يعني ماشي في الدين ديالنا وماشي في سميتو التقاليد والعرف ديالنا، انك تبدا تجري عليه تهجم عليه، يوصل بك لحد انك تبغي تهرس ليه مثلا الضاله هذه ديالو تبغي تفركعها. يعني بزاف ديال الحوايج خايبين كنعرفوا. زعما سباشا درب السلطان، فاش كتسمع مثلا المدينه القديمه كتسمع شي مناطق كتقول هادو درب ديال الجيران، هادو الجيران بيناتهم عايشين وهادشي اللي كيعجبك. اليوم معانا حنا غادي نتكلموا مع السيد اللي ساكن هنايا والام ديالو اللي كيتعرضوا لضغوطات من طرف الجيران ديالهم، اللي على حد القول ديال السيد انهم يعني كيبقاو يخبطوا في هاد الضاله هادي حتى تشقات، حتى ولات مهدده الله يحفظ الانهيار، ونقدروا نشوفوا شي كارثه هنا. السلام عليكم خويا، انا كنشوفك موجد الوراق ديالك، كنشوفك موجد كلشي، شنو واقع؟ اخي هاد الناس حنايا حنا في جميله خمسه سباته. جميله خمسه سباته. زنقه 171. اها. هاد الناس حنا كنعانيو معاهم دابا من 2014. حنا كاين عندهم 1980 كاين مع الوالد ديالهم اللي هو مات، وحنا الوالد ديالنا مات، حنا ورثه وما ورثه. 2014 غيبدا هاد السيد هذاك قبل ما يبين عندنا ويا ديالو باش يبغى يخرجنا، بدا كيعنف الوالده ديالي، كيعنفها تسبال معيور كيخليهاش تخرج، ودرنا به شكايه للوكيل الملك بهاد الاحداث هادي. بعد ديك الشكايه ما بقاش كيدير شي حركات الا المعيور والسبان. من بعد هذيك 2014 2000 فرع واحد القادوس حاشاكم، ها هو فرع واحد القادوس الفوق، ها هو مشقوق القادوس ديال واد الحار. هادشي في 2014. اييه. الوالده ديالي كتقولها للوالده ديالو، كتقول له القادوس راه تينزل الخنز وداك الشيء، وراه سمعنا الخبيط وداك الشيء كيفاش؟ قالت لهم حنا قبلنا نصايبوه، حنا كنصايبوه حنا بلاتي كون راه كتكون سبه. بلاتي راه مسافر، بلاتي راه كنصايبوا شي حوايج، عندنا شي شغالات هذه، ما بغاش يبين الوالده ديالهم انهم يخرجونا في 2014. من بعد يوميا تقريبا السبان والمعيور. مشيت 2021 ها هي 2000 من هادشي كتخلصوا يعني طبيعه الحال كنخلصوا، تعطينا التوصيل، ولكن تعطينا التوصيل بحال كنطلبوها، باش اختصار بحال كنطلبوها ماشي حنا كنخلصوا رزقنا. واحد 2021 شهر 9 نهار 3 مشيت للجامعه، شكيت بهم بان هاد الدار هادي راه فيها واحد السقف كينزل حاجه الواد الحار، بانه تشق جماعه بان هاد الواد الحار كينزل، وبان السقف راه تشق، وبان راه الواد الحار هذا وحنا كنعانيو ومرضنا. جات الشرطه الاداريه دارت المحضر ديالها، خرجوا غير الا خرجوا مشاو وما يهجموا علينا السبال المعيور، خرجوا كلام نبي، خرجوا بحالاتكم نحشم انا نقول ديك الهضره قدام خوتي المغاربه، السبان المعيور خرجوا بحالاتكم، نتوما ما تسواوش كارين ب 10 دراهم الى اخره. هذيك النهار في هذيك الوقيته باش مشينا خرجنا وترفعوا الباب والمعيور وترفعوا الباب الى اخره. خرجنا مشينا عند قبل داك الشيء ركبتوا كاميرا. ها هي كاميرا هنايا ركبتوها هنا على قبل هذاك على قبل هذاك الخبيط ديالهم وهذاك سميتو.
مشينا للبوليس هذيك النهار في هذيك الوقت، مشينا للبوليس قلنا لهم هاد الناس راه هجموا علينا بعد ما درنا بالشكايه، وجاو الشرطه الاداريه وراه هجموا علينا وقالوا سيروا المعيور وخرجوا بحالاتكم الى اخره. شرحنا لهم، قام واحد الشرطي تما قال لنا انتم ما كتخلصوش في الكره، ما كتخلصوش في الكره. قلت له حنا كنخلصوا في الكره. ها تواصل انتم عندكم هو بطبيعه الحال ويقول قلت ليه كنخلصوا في الكره، ولكن هو قال لي حاشاك خرجوا بحالاتكم، راه بدا كيفرع في الباب خرجوا بحالاتكم. هادشي اللي داروا مول الدار، مول الدار. انا كنعاود الشرطي بعد ما قال لي انتم ما كتخلصوش في الكره. قلت له حنا كنخلصوا في الكره، وراه فرع الباب ودار وفعل وقال له خرجوا بحالاتكم الى اخره، سب المعيور الى اخره. ناض الشرطي وخبط خبط ذاك البيرو بواحد واحد واحد الهستيريا، خبط ذاك البيرو وخرج. خرجنا حنايا قلت له اخ ديالي غنمشيو نديرو الشكايه للوكيل الملك، قال لا خرجوا من الباب وعيطنا رئيس الدائره. عيطنا قال اجي اجي ابا يدير لكم يدير لكم محضر. دانا المحضر قلت الاقوال ديالي، قال الاخ ديالو اخ الويده ديال الاقوال ديالها. خرجنا كنتسناو طبيعي حال يصيبوا هذاك الشيء اللي حنا درنا به على شي درنا به شكايه. نهار على نهار تبقى حاضر بالخرجه والدخله، يخرج نخرج بدي عاير، ندخل بدي عاير هذا الوالد. نمشي للخدمه، تمشي خدمة مرة تبع لي ختو، مرة تبع لي ختو الأخرى، مرة خو ولد 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 ختو. كل مرة بطبيعة الحال كبيرة في كبيرة في السنة بطبيعة الحال. أنت غادي تخدم وعارف ما عارفش ما تعرفش غادي يديروا يفرعوا الباب وتابعين لك أنتايا يوميا، كنقول لكم يوميا بحال هكاك يوميا بحال هكاك يوميا بحال هكاك. واحد النهار ويهجم على أختي، جيت كنهضر في الخدمة ديك الساعات لقيته هجم على اختي، ضربها كامله هنايا كاع جرده من هنايا، هي هو مرته جرضوها كامله من هنا من الجناب ديالها. ضربوا الوالده ديالي، لقيت هنا الباب فروع. جيت انا لقيت هذيك، تفاجات انايا تفاجات انا وصلت للدرجه ان يديروا هادشي. انا هذيك التبيع ديالهم وذاك المعيار كتوقع لها قدر تكون محدوده بحال هكاك، ولكن ما عندكش. مشينا هذيك الليله عند البوليس، مشينا للفانتكات هذيك الليله عند البوليس الفانتكات، لقيناهم ما كاينينش. كاين ماشي كاين كاينينش كاينين، ولكن ما عطوناش اهتمام نهائيا. مشينا للكاتريان، مشينا للكاتريان لقينا شي بوليس تما، قلنا لهم راه هاد الناس راه هجموا على الوالده ديالي، راه هجموا على الوالده ديالي ولقيتهم ديروا محضر. درتو محضر؟ درنا المحضر، ولكن من بعد فهاداك النهار كيما قلت بغاش يديروا المحضر، بغاش يديروا المحضر. قلنا لهم هاد الناس راه هجموا علينا، واختي كلها مجروده كلها مضروبه. انا جيك الهضره، انا جيكم الهضره يا اخوان، باش نقول لكم اش وقع. ما بقاوش يديروا لنا المحضر، قالوا حتى الغدا. قلت لهم اختي راه كلها مضروبه كلها ملوكه. اش الغدا على حساب شهاده طبيه؟ غاتش نضرك عليكم شي حاجه باش تعرفوا كلشي الاحداث. قال لنا انتوما ديما مصدعين، انتوما ديما جايين مصدعين. قلت لك كيفاش خرجت؟ قلت لهم يلاه نمشيو للولايه. مشينا للولايه ديال الدار البيضاء بالليل، مشينا عندهم قلنا لهم هاد الناس راه لقيتهم هاجم على اختي وهاجم على الوالده، وهل يدار وهل يدار لهذا. جاو هما هذيك الساعات عيطوا لهم، عيطوا للكاتريام، جاو تما للولايه. قال لهم كيفاش الناس؟ قلت لهم هاد الناس راه خرجوا الوالده ديالي، راه ضربوها، ضربوا اختي، ضربوا الوالده ديالي، وقيتهم خارجين. ما خل اسيب اش نقول لكم؟ ماشي بحال تتعامل بحال الوحشيه. قلت له راه السيد راه ضرب اختي، ضرب الوالده ديالي، وراه اللي وقع راه خرجوا من خرجوا مدعورين وداك الشيء، لقيتهم في الزرقاء داك الشيء اللي كاين لقيتهم مدعورين. شنو وصلتوا من هذا الشيء؟ حاولتوا انكم تحلوا باب الحوار مع هاد الناس هادو 40 عام ديال العشره ولا 30 عام تهضروا بلاتي هي احسن، ما جبدوش معاكم مال باب التعويضات يعوضوكم وتخرجوا؟ لا هما هاد الناس هادو ما كيعرفوش، ما كيعرفوش الحوار، كيعرفوا العنف. نخرجوكم بالعنف، اي وسيله باش نخرجوكم. ودائما الاسلوب ديالهم في الاول هادشي نقول لكم في الاحداث كلها، الاسلوب ديالهم ديما بالعنف، ديما الهضره ديالهم والاسلوب ديالهم بدا العنف. جاو عيطوا للكاتريام، عيطوا الولايه، عيطت على الكاتريام شي جوج بوليس، جاو تما، جاو هزونا من تما انا والوالده ديالي. رجعوكم هنا للكاتريام؟ رجعونا للكاتريام وجابونا لهنا للدار. جابونا لقاو هو ما كاينش الفوق،
كأن شيئا لم يكن. زاو كيدقوا عليه عبط فلاش درتي اش درتي داك الكور، قال لهم انا ما درت والو، الزوجه ديالي ما ضرباتها ما والو، نكرو السيده واقفه صحيحه بطبيعه الحال هي سيده اختي ديك دكاسها بعد ما جمعت عليها وضرباتها والى اخره. الزوجه ديالو وهو ضرب ماشي هما، الا قال لكم مشيهم شكون؟ ما عرفتش شنو قال لهم هو، انا جيكم الهضره. ديك الساعه جو باقي ما ركبتوش الكاميرا ديالك؟ باقي ما ركبناش الكاميرا، باقي ما ركبناش الكاميرا، لا ما خاتيش الذاكره. اه المهم مشينا للكاتريام، ملي مشينا دونا حنا للكاتريام وعيطوا لهم باش يجوا للكاتريام. ملي جوا للكاتريام يديروا استجواب على ما غيديروا، غيديروا معنا حنا الاولين. داروا معنا استجواب، انا عيطوا لي انا كيفاش اشنو طرا هذه 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 هذه، عاودت لهم التفصيل شنو طرا في الكاتريام. قال لي صافي سير بدا كيهضر مع اختي من الكرسي ديالو، كيفاش شنو طرا هذه الوالده ديالي، اشنو طرا هذه، كتقول معلومات وما يقولونا خرجوا بحالاتكم نتوما. حنا هما شافوا الاقوال ديالنا اللي عندنا مع المشكل، شافوا الاقوال ديالنا هذو اللي عندكم مع المشكل. اه حنا ما سمعناش اش قالوا، حيت خلنا ولاو الاخر يخرجونا حنا. يلا غنخرج من الباب ويقول ليها بحال هكا واحد البوليسي عيط على واحدة الزوجه ديال هذا ديال المشتكى به، هو عيط قال لها فلانه زيد يا فلانه زيد من قلت بواحد الطريقه اللي استهزائيه اللي بحال بغى يستفزنا حتى هو. زيد يا فلانه تقلتي بواحد الطريقه، حنا تعامل معنا بواحد الاسلوب بحال حنا اللي ظالمين، هو تعامل معاه بواحد الطريقه زيد يا فلانه تقلتي. انا ما قال لي شكون هي جلس خلاني واقف. الوالده ديما قالش لها جلسي، اختي ما قالش لها جلسي، واختي كلهم مضروبه مهلوكه. قال لها نوضي يا شيف لها تجلسي. خرجنا حنا على الباب باش يسمع عليا انا هذيك الهضره زعما. هادشي شحال دات عليه ديال الوقت؟ اش نقول لك في الشيكي اللي درنا في الشيكي بهذا الاطار هذا، ها هي 21/12 باش درنا الشيكي في هذا الموضوع هذا. 2012 لا 2021 شهر 12 شهر 12 في هذه الاحداث اللي كنقول لك. 2022 تقريبا. اه تقريبا اه قول بعد شي دابا الامور شي ايام. الامور دابا فين وصلت دابا؟ الامور جبنا بعد الشرطه الاداريه ما بغاوش يصيبوا، جبنا الخبير. ايه واكتشفنا ان الخبير ما دارش الواقع، دار شي حوايج اخرين، ما دارش بان الدار مشقوقه، ما دارش بان الخلاص كينزل من الفوق حاشاكم، ما قالش بان المده شحال وداكشي كينزل، وما قالش بانه كينزل من الفوق، دار شي حوايج بعدا حتى علاقه بهذا الشيء، دار بانه المشكل. ها الخبير شكون اللي جاب؟ الخبير جبنا حنا اللي عين الخبير من بعد ما درنا الشرطه الاداريه. وكيفاش عينتوا الخبير والخبير ما دارش داكشي؟ كنتوما اللي شفتوا. حنا اللي جبناه، ولكن كتفاجئوا الخبير دار هذا الشيء، والاحداث ديال البوليس، الاحداث ديال الخبير، الاحداث ديال المقاطعه اللي حنا مشينا شكينا المقاطعه قلنا لهم راه كيريبوا وما جاوش عندهم، مشينا عند المقاطعه وقلنا لهم راه كيريبوا. عاودتوا دابا درتوا شي شكايه جديده؟ من بعد درت الشكايات، بعد الشكايات لا، من بعد جات الخبير دابا ما درناش الشكايه. كنتفاجئ الاحداث ديال الكوميساريه، الاحداث ديال المقاطعه، الاحداث ديال الجماعه، الاحداث ديال الخبير، بغينا نعرفوا شكون وراء هذا الشيء، شكون كيدرك على هاد الناس؟ يعني ما كانش انسان كيفاش هاد الناس يديروا هاد الشيء كامل؟ شكون وراء هاد الشيء؟ شكون كيدرك عليهم؟ شكون وراء هاد الشيء؟ بغينا نعرفوا شكون وراء هاد الشيء كامل. الخبير دار حوايج ما كاينينش، وحوايج اللي كاينين ما دارهمش. الجماعه من 2021 وحاسك كينزلوا وما داروا معاهم والو. ديال التليفون ديالكم حنا غادي نعاودوا نصيفطوا نداء، واكيد ان شاء الله نتمنوا من الله يكون تدخل ديال السلطات هنا المعنيه بالامر، يعني من كل شيء الناس اللي مكلفين هنا ببطاقه سباته والذهب جميله خمسه، نتمنوا من الله التدخل ديال هادشي قبل ما توقع شي كارثه. راه هنا يعني حنا كنشوفوا الدار هنا مشقه، هاد الناس هادو الله يحسن العوان، انتم كتشوفوا الخمس كيهبط لهم هنا مع الطوالب. الام راه يعني كبيره في العمر، ماشي ديال مازال ضرب تماره ولا الدار الدري حتى هو كيبان فيه، يعني ماشي شي واحد ديال المشاكل. كتخلصوا الواجبات ديالكم، خرج من المحكمه من بعد الاحداث ما بغاش يشدوه، يعني المسكين ديالهم فهذا كيبقى حقهم. وإني كيكون شويه ديال حنا بيناتنا المغاربه كنعرفوا كيكون التعارف، كنعرفوا بزاف كيكون التعاون، بزاف ديال الامور ما يمكنش واحد 42 ولا 45 عام هو ساكن عندك بين ليله شي واحد ضحاها لا نخرج، هادشي راه ما كاينش.
كنعرفوا هاد الامور غادي نتمنوا من الله يكون شي تدخل عاجل وحازم في هاد المساله هادي. متابعينا الكرام شحال النمره ديال 06 38 زين 44 زين 15 42 زين عاود عليا 06 38 44 15 42 تبارك الله عليك كنشكرك. متابعينا الكرام ما كيداش نقول لنا عاود ان شاء الله مع الاخ بغيت تقول شي حاجه؟ نعم اخي بغينا نعرفوا هاد الناس واش بغاو يقتلونا واش بغاو السقف يطيح هذه هي طريقه مشاو كيكذبوا على المحكمه كيقولوا حنا عندنا فين نسكنوا والدار فيها دوزيام ميطاج فيها بروميان الدوزيام داروا جميع الوسائل الهمجيه حاشاكم السقف الى اخره الاحداث كلكم ديال البوليس اللي انا اللي جات كمل ليا هو الاحداث كلها ما نعرفوش شكون وراء هذا الشيء شكون واقع مع هاد الناس في هذا الشيء شكون كيضرب عليهم في البوليس اربعه الشكايات ديال العنف والوالدة اللي كانت غاتبها بالطوموبيل وتي وحدة ما خدوا الإجراءات ما خدوش منهم الإجراءات خلاوهم بالصبر في الأفعال ديالهم شكون اللي ورا هاد الشيء؟ ما نعرفوش شكون اللي ورا هاد الشيء شكون اللي باغي يقتل الناس شكون اللي باغي يخرج الصحة شكون هذا اللي باغي شكون اللي وراهم شكون اللي ورا الجامعة ما يديروا معاه والو بعد ما داروا الشرطة الإدارية داروا المحضر من تما خلاو الأمور كما هي ما وقفوش على الحد ديالهم نعم ومشينا للمقاطعة ما جاوش المقاطعة مشينا عندهم قلنا لهم السقف غيطيح وما جاوش تفاجئوا على ما جاوش وخلاهم كيريبوا ما جاوش شكون ورا هذا الشيء شكون ورا هذا الشيء وانتم الخراب تبارك الله عليكم راكم اذكياء عارفكم اذكياء وغتفهموا الميساج فين الميساج فين غادي تعرفوا شكون ورا هذا الشيء يمكنش راه اكيد ان شاء الله حنا بدورنا غادي نتسناو ان شاء الله ونشوفوا شنو غادي يكون في قادم الايام واكيد غادي نرجعوا عندك ان شاء الله ونشوفوا فين وصلت الامور. متابعينا الكرام كنا معكم في سباته جميله خمسه تبارك الله عليكم الى اللقاء.